بعد اذنك يا كابتن عادل، بس هنروح نشوف حاجه. اتفضل. نروح نيجي بالسلامه. بص يا سيدي سريعا، صالح جمعه احسن واحد في مصر في الوقت الحالي يحط تمريره في ظهر المدافعين ويخليك مباشره في مواجهه حارس المرمى على طول، يعني بيوديك انفراد. تعال نشوف الحالات دي كلها سريعا. دي مباراه الاتحاد السكندري طبعا. بداية كابتن عادل لو في اي تعليق طبعا. يعني فضل. دي طبعا مباراه الاتحاد السكندري اللي كانت بدايه الرجوع ليه والظهور من جديد في الصوره ويرجع للمشاركه من جديد في مباراه الاهلي، وكانت بدايه رائعه انه بيسجل بشماله، وافتكر شماله دي عشان دي حاجه مكتسبه جديده عند صالح. وفي الدقيقه كام؟ في الدقيقه 98 بس هو ما اشتركش من البداية المباراه. دي مهمه. ده صالح، ده دي عودته. بص هنا اسلام، بص لعيبه النادي الاهلي بتدور عليه وعاوزك تبص صالح فين. حتى اللونج بول بتاعته يا اسلام بيوصلك للجول. صالح رافع راسه، بص لو فتحي استلم دي هيروح انفراد صح. لو فتحي ما استلمهاش لتحت، لو استلمها لقدام شويه هيدخل يا بينالتي يا جول، يا اما كره بالعرض اللي جاي من ورا جول. حتى اللونج بول بتاعته في قمه الاتقان. هو دي هو اللي عامل اللونج بول دي. مظبوط، ده صالح، ده واحده من الحالات اللي انا ده ياسر طبعا في تحضير الهجمه. بس انا عايز اسالك سؤال هنا ويا كابتن عادل يا كابتن اسامه برضو لو معانا، هو صالح جمعه بينزل، انا من وجهه نظري انا شايف ان هو بينزل تحت كتير قوي علشان ياخد الكره دي. عارف ليه يا اسلام؟ عشان الملعب كله يبقى قدامه. ما هي دي الفيجن اللي عايزه كله. اتفضل. في حاجه مهمه عايز اقول لك. اتفضل. صالح جمعه الفرقه مش بتدور عليه. الفرقه هو صالح جمعه اللي بيظهر. انت لعيب في الملعب، هو اللي بيفضي نفسه، هو اللي بيفضي نفسه. وبعدين احتياج صالح للنزول تحت ليه؟ لان صالح في الجزء الثاني بيتمسك مان تو مان. اي مدرب بيلعب بلاعب النادي الاهلي هيقول للعيب اللي في وسط الملعب قرب من صالح مان تو مان. مان تو مان في نص الملعب. اللعيب مش هيخرج بره الزوم بتاعه. فعشان كده صالح بيعمل ايه؟ لو فضل فوق صالح مش هيستلم كتير. فصالح بينزل تحت علشان يهرب، علشان الراجل اللي هو الديفندر اللي بتاع الفرقه الاخرى اللي ماسكه مش هيخرج من الزوم بتاعه ويروح يمسكه تحت. تمام. خلي بالك كابتن عادل، تاكيدا على الكلام ده، ده وارد انه يحصل خاصة مع مدير فني زي حسام حسن، لأن لو تفتكر في مباراة السوبر اللي اتلعبت في الإمارات لما كان ماسك المصري، لعب بمان تو مان من فريد شوقي على عبد الله السعيد. النهارده اللي هيمسكه مان تو مان إبراهيم عبد الأول. اوكي، فانا بقول لك ان ده وارد، ان اللي انت بتقوله ده وارد ان هو يحصل. اللي فاتت دي لانها مهمه جدا، الكره الهدف اللي جاي. ايوه دي، اتفضل يا تاني. دي طبعا يا اسلام لمسه واحده على طول حطها في ظهر المدافعين على طول، بيخليك في مواجهه حارس المرمى. دي ازارو كان وجهه نظري، واسامه هنا يقول لنا كان وجهه نظري يحطها تشيب، وده مباراه طالع الجيش يبقى بسام هو طالع كان ممكن يحطها. قال كتير في الكره دي كان ممكن يحطها تشيب من تحت وهو خارج. لمسه واحده يا اسلام، هي هنا دي عنصر المفاجاه، ما تقتلش عنصر المفاجاه. اي لعيب كوره في مصر تقليدي كان وقف عليها وهيشوفها لسه هيعمل ايه. لكن صالح على طول من لمسه واحده خلى ازاره في مواجهه محمد بسام. تمام. اللي بعد كده لكن هنا يعني اتجرأ شويه وحاول يشتغل فردي. انا عاوزك تقف عند دي بقى اسلام، بس عاوز اقف هنا بس. هي دي. لا ارجع لي معلش يا سمير، بص الكوره تحت رجله وجنب بطن رجله الشمال يا اسلام. بص الدقه في التمرير من غير ما يتعزم بوش رجله الخارجي. انا عاوز اقف عند الحاله دي لان هتهمني جدا يا اسلام، لان دي واحده من المكتسبات اللي ما كانتش عند صالح جمعه، حته الغيره والغل على الكوره. طيب، ان انا لازم ارجع. هل نقدر نقول ان هو شغل مارتن لاسارتي ولا ده شغل صالح ولا ده ايه؟ الاثنين يا اسلام. هو عنده غيره ان انا لازم ارجع واشترك تاني، وشغل المدير الفني. الاثنين لازم يمشوا مع بعض. ما هو انا لو مدير فني عاوز اشتغل معاك وانت مش عاوز، والله لو قعدت اشتغل للموسم اللي جاي ما انت مش عاوز خلاص. تمام. الكرة هتجيلنا دلوقتي اللي هي اللي انا عاوز اقف عندها دي يا اسلام، دي عاوز اقف عندها كتير جدا، بس عاوز اقف عندها هنا يا سمير. بس لا قبل ما يعني بص الكرة فين يا اسلام. امشي خطوه يا سمير كمان، بس بص الكرة فين يا اسلام. جنب بطن رجله الشمال. بص الدقه في التمرير بوش رجله الخارجي، ودى رمضان صبحي في مواجهه المرمى. برضو رمضان لو استلم دي دخل ال 18. امشي يا سمير. رمضان لو استلم دي لجوه جول. بص بس عاوز اقف هنا يا سمير. بص الجول كله مفتوح يا اسلام من اول بسام لغايه القايم اليمين، وممكن رمضان يستلمها ويلعبها بالعرض اللي جاي من ورا. اللي جاي من ورا هدف. تمام. فكم تمريراته كلها في ظهر المدافعين، وبيخليك انت كزميل لي في مواجهه حارس المرمى على طول. تمام. اللي بعديه دي طبعا تكمله الهجمه. بص مين اللي بيضغط وبيرجع يجيب الكره وبيتزحلق وبيجيب منها ضربه. ما كناش بنشوف ده من صالح. لسه هقول لك، دي مكتسبات لصالح جمعه علشان حته ان هو بدا يدافع. دي برضه خلينا برضه نقول انها تعود للمدير الفني وللشخصيه. هنا دي كمان واحده من المكتسبات اللي عند صالح. بص الفاول وجماله. ده برضه في طلائع الجيش. في طلائع الجيش.
عارف ان محمد بسام هياخد خطوه، لا ارجع دي معلش ارجع دي يا سمير، بص لمحمد بسام يا اسلام ما بين الحيطه لما هتفتح، بص محمد بسام رايح فين، امشي بالراحه يا سمير. محمد بسام باين من اللي لابس ابيض هيطلع من بين الحيطه وهيروح شمال، متوقع ان صالح اهو محمد بسام اهو. بص يا كابتن تامر، كابتن اسلام، صالح جمعه كل الكور الثابته من هو صغير، لان انا دربته وهو صغير، ايوه كل كور الثابته لو شاط 10 ممكن يجيب منهم 8، لان مهاري جدا، لانه الكره اللي تحت رجله زي ما تامر قال الكره اللي تحت رجله دقيقه جدا، لانه هو مهاري وعينيه لقدام على طول. تمام. بص يا كابتن اسلام، لان اللي فاتت دي برده تهمني قوي، معلش يا سمير سريعا، دي اللي بعد الفاول خلاص احنا شفنا الفاول دي. بص يا اسلام فين صالح، لمسه واحده لجيرالدو في مواجهه في ظهر المدافعين، انفراد وده جول، ده هدف طلائع الجيش الاول، جيرالدو مسها ود ازارو انفراد. اللي بعديها كل تمريرات صالح في ظهر المدافعين وبتخليك مباشره، دي الهجمه المرتده اللي جه منها النادي الاهلي، اللي جاب منها النادي الاهلي هدفه في المصري، صالح هو اللي اشترك، ودي برده واحده من المدافع الدفاع هو اللي بيضغط هيروح هيكمل ضغط بيدور على زمايله. حط عينك على صالح عشان صالح هو اللي هيجيب الجول. اتعملت هجمه مرتده، لمسه واحده من جيرالدو ما قتلش فيها عنصر المفاجاه، ازارو واحد ضد واحد عملها بالعرض للي بدا الضغط، وبشماله لتاني هدف بيحطه بشماله لانه حط واحد في الاتحاد، يعني اذا رجله الشمال كمان اشتغلت وعرفت طريق المرمى. نعم. اللي بعديه ده الهدف الثاني، برضه عاوز اقف ولما الكره تبقى تحت رجل صالح، لان ده اللي بقوله، ودي دايما تلاقي المحللين يتكلموا على لعيب نص الملعب السلبي اللي يلعب بكتير بالعرض، صالح ما بيلعبش بالعرض خالص. عاوز اقف بس هقف هنا. هقف هنا، ده صالح يا كابتن اسلام. خلاص؟ صالح سهل، امشي شويه فريم كمان يا سمير. صالح لو تقليدي بس هنا، ممكن يلعب لمين؟ مين اللي في وشه؟ اسهل واحد، معاه مساحه كبيره ويقف عليها والاهلي كسبان 1-0. لكن هو ما بيحبش يلعب بالعرض كتير. تمام. بص حط حمدي فتحي ضرب الاثنين بتوع المصري برجله الشمال، امشي يا سمير، حطه في مواجهه مش اي حد هيعمل الباس ده، برافو عليك. وحمدي طبعا عشان نديله حقه هو كمان زي ما يكون اتعلم من صالح تمريره في ظهر المدافعين. تمام. انت كمان لو رجعت دي يا اسلام، معلش هرجع لها يا سمير عشان دي الحاله قبل الاخيره، معلش يا سمير انا عاوز ازارو من البدايه من لعيب المصري المدافع المصري وهو بيحضر، لان ازارو يا اسلام كان هنا بالظبط عند نقطه الدايره. بص ازارو فين، لان ازارو عارف ان انا معايا باسير على اعلى مستوى. بص فين ازارو، حط عينك على ازارو. تمام. ازارو عند بره الدايره هنا، اول لما الهجمه هتتقطع بص فين ازارو هيبدا يتحرك، اخد الناس ورجع بيهم لورا وخلق بيها المساحه اللي هو عاوز يجري فيها. تمام. واللي فارق سرعته هتبقى امشي خلاص بسرعتها يا سمير. بص ازارو فين، اول لما يظهر في الكادر وقف يا سمير بعد اذنك، خلاص عمل لنفسه المساحه. كمان فريم عمل لنفسه المساحه، هي مش هتبان غير مع الباس. بص ازارو كان فين هنا وبراح فين، عشان هو عاوز المساحه اللي يجري فيها. اللي بعد كده اخر واحده اللي وصى فيها برضو ازارو اعتقد لمباراه بيراميدز، مظبوط دي مباراه بيراميدز اللي الاهلي خسرها 1-0. هنا برضو صالح جمعه حتى والكره عاليه يا اسلام وهي على فخذ رجله، ودى ازارو في ظهر المدافعين في مواجهه المرمى، تمريراته كلها مش تقليديه، تمريراته كلها في ظهر المدافعين لقدام، بيخليك انت كزميل ليه في مواجهه المرمى على طول لازم تروح تجيب جول. تمام.